هناك فرق بين التأديب وبين الاعتداء، وهناك فرق بين أن يكون الضرب ظاهرة أو هو حق أو هو واجب أو قاعدة. ظاهرة الضرب بتنتشر، الدين هل يساعد على الضرب؟ لا، الدين علاج. يعني لما ربنا قال واضربوهن ما كانش بيقرر، وإنما كان بيعالج. ممكن الطبيب الجراح هو الأصل إن هو الطبيب ماسك المشرط عشان يشرح؟ لا، هو الأصل لو في عضو فسد هو بيبتره، لو في عضو تألم هو بيعالجه العلاج الناجع. فموضوع الضرب لما تصدى له الدين تصدى له في المؤخرة، وأورد قبل الآية اللي هي وردت في الآية 34 من سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن. والنشوز هو ارتفاع المرأة عن طاعة الرجل، لأنه هو القوام في منزله وهو القاضي وهو الحكيم. فحينما المرأة تنشز، القاضي والحكيم، والحكيم آه. الرجل القاضي في منزله وحكيم. كم من حالة إنسانية أو عربية يعني أكيد فيها أن الزوجة قد تكون أكثر حكمة. نحن نتحدث عن القاعدة وأصوب رأيا. اسمح لي بس، اسمح لي بس، ما احنا يعني لو احنا أخذنا خلينا حياتنا كلها كده مسلمات يعني لا نتقدم. يعني انا عامه باخذ الموقع الحيادي بس مش لاقيه حقيقه حد بيساعدني. خلينا ننكش بعض في الكلام. يعني انت شايف انه الرجل القاعده بتقول انه هو الحكيم، وهو اللي شايف. عملت دراسه من دراسات في 7 مناطق عشوائيه في القاهره، في منطقه في فلسطين، في منطقه في الكويت، في منطقه في الاردن، وفي منطقه في سوريا. وانا عاوز اقول لكم انه كان عندي حاجه غريبه جدا اكنني في انا سميتها حتى ثقافه كابل الكهرباء. ثقافه كابل الكهرباء دي ايه؟ الرجاله دول ما يعرفوش بعض، يعني الراجل ده وده وده ما يعرفش التاني. من الستات اللي انا شفتهم كانوا بيضربوا ستاتهم بكابل الكهرباء، لان كابل الكهرباء عريض وبيضربها هنا. القانون عندنا والشريعه الاسلاميه عندنا ملهاش دعوه بموضوع الضرب، بس بتعالج لو واحد ضرب مراته. طب هنعمل ايه؟ لو انت ضربت مراتك يا حبيبي، لو ضرب خفيف عشان الامور تسير بينا، خلاص يعفو عن الضرب الخفيف ونقول له ليس هذا هو اعتداء وانما هذا هو تاديب. قصدك ايه الضرب الخفيف بقى؟ الضرب يعني الخفيف احب اعرف هو ايه الضرب الخفيف. الضرب الخفيف قانونيا يعني، ولا الضرب الخفيف قانونا؟ الضرب الخفيف قانونا. احنا اصلا ما نقدر نتطرق في الحته دي. ايوه، انا هقول لحضرتك حاجه. اصل هو ممكن يكون ايه، واحد بس بيعمل لمراته كده بس ايده زاد المرزبه، يعني تتالم جسديا ونفسيا. يعني هي الفكره يعني الضرب الخفيف اللي هو غير مفحش هو الذي لا يترك علامه، هو الذي لا يكسر عظما ولا يدمي لحما ولا يقطر دما. هذا هو الضرب الخفيف. بعض الستات مش هينفع معاهم غير الضرب، وبعض الرجاله ما ينفعش على فكره. بعض الستات ما ينفعش غير الضرب. هذا كل الستات الرجاله ما ينفعش. يعني واحد دخل يلاقي مراته داخل من شغله جعان، ولاقي مراته قاعده تتفرج على التلفزيون ومش عايزه تقوم تحضر له الاكل، وقال مره واثنين وعاز مره واثنين، لو مره على صوته واندفع انه يضربها تقوم تحضر الاكل وتاني يوم تظبط، والشحنه دي تفضل اسبوع لغايه ما تنسى تاني يفكرها. المرأة خلقت من ضلع أعوج، لازم نعترف. ايه هذه الكلام على الموضوع ده موروث. لازم نقول من هنا للأسر ان الست برضه ينبغي تكون صوتها منخفض ويكون قائمة بكل حقوقها والواجبات التي عليها للرجل ولأسرتها. دي أول مرة هتفق معاكوا. ما تديش فرصة للرجل ان هو يضربها، وان ضربها لازم تكون واخدة موقف منه عشان ما يتكررش. الضرب يبقى ألف وتعود من الرجل.